أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا هذه جهنم
كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.